طيب إمام أهل الخلاف في زمان مؤمن الطاق رحمه الله المجاور له في الكوفة لأنه من أهل الكوفة ذاك من أهل الكوفة من كان إمامهم؟ أبو حنيفة لعنه الله يعني المفتي الأعظم الإمام الأعظم ما كان مؤمن الطاق يتركه بحاله لا بد أن يخاصمه يشاكسه يناظره أحيانا بل ويهزأ به ويسخر منه ويسقط اعتباره الاجتماعي كانت بينهما فصول عديدة بالمناسبه رويت عند المؤالف والمخالف من المناظرات من المواجهات من المشاجرات احيانا وكان ابو حنيفه لعنه الله احيانا يريد ان يجرح مشاعر مؤمن الطاق ويؤذيه ولكن مؤمن الطاق كان فطنا لا يلبث الا ان يرد الصاع صاعين فلاحظوا هنا مثلا ماذا فعل؟ نرجع الى رجال الكشي من جديد. لاحظوا في الصفحه 187 يقول قال ابو حنيفه لمؤمن الطاق وقد مات جعفر بن محمد عليهم السلام يا أبا جعفر إن إمامك قد مات فقال أبو جعفر لكن إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أي شيطان بعد إبليس أنت إمامك إبليس شوفوا هاي العلاقة هكذا تعلم هؤلاء كيف تكون علاقتهم بحسب ما رسمه الائمه عليهم السلام مع رؤوس اهل الخلاف كأبي حنيفه هذا. يقول: وقيل انه دخل على ابي حنيفه يوما فقال له ابو حنيفه: بلغني عنكم معشر الشيعه شيء فقال فما هو؟ قال بلغني ان الميت منكم اذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه، انتم تعلمون ان مخالفينا روجوا كثيرا من الاساطير عنا، ولا تزال بعض هذه الاساطير مصدقه بالمناسبه. تصدقون مع مع انه كل شيء انكشف واتضح العالم صار قريه واحده كما يقولون الا انه سبحان الله ما زال بعض الاغنام يصدقون يعني ما سامعين انه يقولون لك انتم الشيعه لما تسوون هالشكل في الصلاه تقولون خان الامين خان الامين خان الامين على اساس نعوذ بالله اننا نقول ان جبرائيل عليه السلام خان الرسالة فسلمها إلى محمد صلى الله عليه وآله وكان يفترض أن يسلمها إلى علي عليه السلام القائل بهذا كافر عندنا افتراء افتراء علينا كذب علينا يقول لك الشيعة عندهم شيء يسموه ليلة الطفية أو الطفية على أساس شنو يسوون يروحون يطفون الأضواء ويجمعون الرجال والنساء فيقع فتقع بينهم الفحشاء ولا احد يعرف ال الاخر اكاذيب اكاذيب باطله ما ادري في الليله الاولى من زواج الفتاه تسلم الى السيد وفي صبيحه اليوم التالي تسلم الى الزوج وانها اذا اتت بولد من هذه الليله سمي سيدا وهذا واحد افغاني قال لي هذا الموضوع في باحه المسجد الحرام شافني انا اصلي كنا في الحج وواحد كان جاي وكان ايام زمان حكم طالبان وهذا واحد متعلم عربي من شيوخهم كان شافني اصلي كنت اقرا دعاء الجوشن بعدين فما ادري شنو اقترب مني سالني قال لي انت شيعي قلت له نعم وبدا بيننا نقاش وقال قاتلكم الله انتم تسبون ام المؤمنين انتم كذا انتم كذا انتم كذا وصلها قال هاي الكلمه قال انتم تسلمون بناتكم الى السيد في ليله الدخله هذه هزئت به كذا وصار شجار فيما بيننا بعدين وكانت هنالك حملة بحرانية كانوا موجودين أيضا بقرب بالقرب منا فدخلوا في هذا الشجار وبعدين أبعدونا شوية خوفا من أن يعني يأتي الأمن وكذا وتصير مشكلة أكبر فعندهم هذه التصورات بل حتى أتذكر أنني قبل فترة طويلة قرأت في إحدى كتبهم السخيفة وما أسخف كتب أهل الخلاف أن الشيعي لا يلبث أن ينبت له ذيل حتى أنهم لما يغسلونه يظهر له هذا الذيل <applause> يطلع على عصعص يقولون <applause> ومن هالسخافات وهالأباطيل من كان يروجها هؤلاء الكذبة هؤلاء السخافات هؤلاء الذين لا يملكون الحجة فيستعملون مثل هذه الأباطيل في تشويه سمعة الشيعة نفس اللي ف... في أحسنت إيه ومثل ما نقلنا إحنا في هذه الجلسات أنه هذا اللي ألف كتاب ضد الشيعة المفروض الإنسان لما يألف كتاب يحرص على الدقة العلمية فيه حتى لو كان يخاصم يخاصم بشرف يخاصم بتثبت بشهامة مو بالاكاذيب مألف له كتاب ابراهيم الجبهان هذا ضد الشيعه وشنو كاتب به ان الشيعه يجيزون نكاح الامهات والذي تبين معنا علميا بلا تحامل في هذه الجلسات انه من الذي يجيز؟ من الذي يسوغ ولو على حد اسقاط الحد يعني بمقدار اسقاط الحد من هو؟ هو ابو حنيفه هذا هذا الخبيث هذا نفسه فهذا أبو حنيفة لا يملك الحجة خصوصا مع واحد عملاق مثل مؤمن الطاق، هذا كان عملاق متكلم عملاق هذا، مو أي واحد. فجاي شنو يستظرف لعله ويستخف دمه يعني مثل ما نقول، فقال له يا قال له: بلغني عنكم معشر الشيعة شيء فقال فما هو قال بلغني ان الميت منكم اذا مات كسرتم يده اليسرى حتى يعطى كتابه بيمينه. ابو جعفر المؤمن الطاق رحمه الله شاف هذا ما محترم نفسه فيرد له الصاع صاعين شنو قال له؟ فقال مكذوب علينا يا نعمان هو ابو حنيفه النعمان بن ثابت اسمه قال مكذوب علينا يا نعمان ولكن بلغني عنكم معشر المرجئة أن الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره تتكلم <applause> <applause> عن كسر اليد اليسرى أنا أجيب أوديك على الدبر مالكم <applause> ما تحترم نفسك انا ما دام تقول هالشكل علينا انا اقول لك لا اقول لك شنو احنا سامعين عنكم بلغني عنكم معشر المرجئه ان الميت منكم اذا مات قمعتم في دبره قمعا فصببتم فيه جره من ماء لكي لا يعطش يوم القيامه <applause> بالمكتوب <applause> 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 فشوفوا أبو حنيفة فورا تراجع فقال أبو حنيفة مكذوب علينا وعليكم خلاص <applause> بس اسكت خلاص <applause> ما نقدر على <عن> لسانك احنا <تصفيق> 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 هذا موقف روته مصادرنا لاحظوا أو موقفان روتهما مصادرنا أحيلكم إلى موقف اخر او ثالث روته مصادرهم هذه المره يعني مصادرهم الحمد لله اثبتت كم كان مؤمن الطاق متفوقا في مخاصمته لابي حنيفه واضرابه في تاريخ بغداد للخطيب الخطيب البغدادي افتحوا على المجلد الثالث عشر الصفحة أربعمائة وأحد عشر أو إحدى عشر يروي عن محمد بن جعفر الأسامي قال كان أبو حنيفة يتهم شيطان الطاق بالرجعة مؤمن الطاق على عقيده عامه الشيعه وهو وهي الايمان بالرجعه اي ان الله عز وجل يحيي اقواما في هذه الدنيا بعد موتهم قبل يوم القيامه ويسمى هذا عصر الرجعه الروايات الشريفه تقول يرجع كل من محض الايمان محضا او محض الايمان محضا وكل من محض الكفر محضة <applause> وتقع بين الجبهتين جبهة الإيمان وجبهة الكفر تقع حروب يعني مواجهات يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله يرجع أمير المؤمنين أما الأطهار أنبياء أو صياء عليهم السلام بل حتى بعض الأبرار مالك الأشتر مثلا يرجع مثلا لعله نفسه مؤمن الطاق يرجع وفي المقابل يرجع أولئك الذين هم في محض الكفر والفساد فرعون يرجع أبو جهل يرجع أبو بكر يرجع عمر يرجع يزيد معاوية مدري منه وأبو حنيفة وياهم يرجعون دورة أخرى في هذه الأرض قبل قيام الساعة هذه حكمة من رب العالمين جل وعلا أي من عقيدتنا وفي الروايات الشريفة من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. فابو حنيفه كان يعرف هذه العقيده من مؤمن الطاق. فالخطيب البغدادي يقول: كان ابو حنيفه يتهم شيطان الطاق بالرجعه وعلى حد زعمه يقول: وكان شيطان الطاق يتهم ابا حنيفه بالتناسخ. ولعل السر في ذلك ان ابا حنيفه مجوسي الاصل ابو حنيفه اصلا هو مجوسي الاصل <applause> ابو حنيفه كان افغانيا وكانت عقيده اهل افغانستان انذاك هي المجوسيه والده كان مجوسيا هو والد ابو حنيفه او جده ما اتذكر الان قال فخرج أبو حنيفة يوما إلى السوق في الكوفة فاستقبله شيطان الطاقي ومعه ثوب يريد بيعه فقال له أبو حنيفة أتبيع هذا الثوب إلى رجوع علي أنت تؤمن بالرجعة بعني هذا الثوب يتحارش بي أحسنتم بعني هذا الثوب أنا أسدد لك لما يرجع علي ابن أبي طالب في عصر الرجع أسدد لك فقال إن أعطيتني كفيلا ألا تمسخ قردا بعتك فبويت أبو حنيفة <تصفيق> <تصفيق> ليش تتحارش ليش تتحارش ايش مدري إن انت بعدين راح ترجع انسان يمكن ترجع قرد بعدين شلون شو اقدر اوفي استوفي منك المال ما يصير اعطيني كفيل. <applause> قال ولما مات جعفر بن محمد التقى هو وابو حنيفه فقال له ابو حنيفه اما امامك فقد مات <applause> فقال له شيطان الطاق اما امامك فمن المنظرين الى يوم الوقت المعلوم